تدري الغربة ضعضع عزم الرجاء وباكر تمر بي الضعيف خوف تمر بي الضعينة وتنظروني وانت وخواتي كان ردتو توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطمية زينب لكن أخبرك كان جيتي يا حزينة تشوفين جسمي بالهنادم وزعينا وبس يا الوديعة لا تجي يمي خايف قلبي ذوب من شاف الجراحة تقل اللي يردون ننساف يا بعد أهلي ونخلي ويا ليت من قبل السفر نقعد نواه هذا الفراق وين يا ابن امه نلا لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي ولا تقول عني سافرة وما ودعا وشالوا خواتي وللقبر ما شيعا يا ليتهم ويا بالبار يتركوا لا روح حسرام يسرى فوق المنازل أخي يا أبا عبد الله لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت أخوة أن يحسن مأخوذتين قوة شاف الشمر بي سوايا لصوت علمت التلوى لصوت علمتني لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالميهم لعنة الله أبدا من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله صدق مولانا العلي العظيم
هذه الآية المباركة أيها الأحبة من سورة البقرة تتحدث عن أصل من أصول الدين، وهو أصل المعاد. فذكر المفسرون أن هذه الآية أشارت إلى ثلاث أمور. الأمر الأول الذي أشارت إليه هذه الآية المباركة أن الإنسان أيها الأحبة معرض إلى البلاء، وكلما زاد الإنسان في إيمانه زادت درجة صعوبة هذا الامتحان. وهذا ما أشار إليه إمامنا الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، حيث قال: مثل المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا شيخنا. ثالثا أعلى الأصوات: اللهم صل. ولذلك أيها الأحبة على الإنسان أن يكون كما قال المفسرون، بما أن الإنسان معرض إلى البلاء، وحتى الأنبياء أفضل الخلق معرضون أيضا إلى البلاء. ما هو دور الإنسان إذا حل عليه البلاء؟ الآية تشير أي إنسان تحل عليه المصيبة عليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وها هم الأئمة سلام الله عليهم كانوا قد صبروا على نزول البلاء. يذكر في تفسير الأمثل آية الله الشيخ ناصر المكارم الشيرازي حفظه الله عن امرأة لها من الشأن ومن الصبر ومن الإيمان، وتعرف بأم عقيل، تسكن البادية. جاءها ضيفان وأخبراها بأن عقيل قد هلك حينما سقط في البئر من فعل البعير. حينها أخبرت خادمها أن يذبح لهذين الضيفين كبشا ويطعم الضيفين. تعجبوا، ابنها للتو قد أخبرت بأنه قد توفي وها هي صابرة. بعد أن أطعمتهما جاءت إليهما قالت لهما: من يحفظ منكم شيئا من القرآن؟ فأحدهما تلا عليها هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول الرواية: حينها صفت قدميها إلى الله وشكرت الله سبحانه وتعالى وصبرت، ثم قالت: يا رب إني فعلت ما أمرتني فأنجز ما وعدتني به. وقالت: لولا، وسكتت. أحد اللي أخبرها قالت حين بتقول: لولا أن ولدي حيا يرزق لكنت بحاجة إليه، لكن نطقت قالت: لولا أو لو أحد بقي لبقي محمد في أمته لذكره الصلوات. فإذن هذه الأم تعلمنا درسا بأنها مع فقدها إلى ابنها احتسبت وصبرت وشكرت وأطعمت الضيوف عندها. هذا الأمر الأول، أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة عليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية: لو أن أحدا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هو الثواب؟ ما هو الأجر؟ الآية الثانية تكمل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللي يصبر ويحتسب يحصل على صلوات ورحمة من قبل الله سبحانه وتعالى. شاهدنا الأمر الثالث وهو محل الكلام، أن الآية أرادت
أن تشير إلى أن الإنسان أيها الأحبة ليس باقي في هذه الدنيا، وأن الإنسان يمر بعوالم. وتريد أن تؤكد الآية على أن الآية تشير إلى أن الإنسان يكون في دائرة، يبدأ من العالم الأول ثم يرجع إلى العالم الأول الذي بدأ منه وهو العالم الخامس. يمر الإنسان بخمسة من العوالم، وهي كأنها دائرة. وللسيد الإمام الخميني حفظه الله وقدس الله نفسه الزكية وألقاه الله في رحمته الواسعة، يقول بأن الإنسان مخلوق جناوي خرج منها أبينا لسبب ما، فعليه أن يرجع ولا يفقد طريقه أو ولا يضل طريقه. الإنسان في هذه الدنيا عليه أن يعمل الصالحات كما أشار العلماء، الدنيا مزرعة الآخرة، فلا يضيع طريقه بالسيئات وبالموبقات ويضل طريقه ولا يرجع إلى الجنة التي خرج منها أبونا آدم. فإذا الإنسان أيها الأحبة يمر بخمسة من العوالم. العالم الأول هو عالم الأرواح أو عالم الذر أو عالم الأشباح. والبعض يظن بأنه قد خلق الله الجسد قبل الروح. لا، رسول الله محمد الله أشار بأنه خلق الله الأرواح قبل الأجساد بكم؟ قبل 2000 عام. يعني الروح مخلوق قبل الجسد ب2000 عام، موجود هذه الأرواح، منها ما تتآلف ومنها ما تتنافر. لذلك نقرأ في سيرة الأئمة سلام الله عليهم أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في حكمه، يعني في زمن خلافته، وقال لعلي: يا علي إني أحبك، وهو مع مجموعة. قال: إنك كذبت، أو لقد كذبت. تعجبوا، رجل يجي لأمير المؤمنين يقول له إني أحبك، وأمير المؤمنين يقول له لقد كذبت. هذا الذي قال ادعى اعترف، قال: صدقت يا أمير المؤمنين، إني لا أجد أحدا أبغض إلى قلبي منك. لكن إش دراك؟ ما أدراك بأني أكذب؟ قال: لما التقت روحي وروحك في عالم الأرواح تنافرت. إشارة إلى ذاك العالم أن الأرواح تتلاقى وقد تتنافر. أيضا شاهد آخر، يأتي رجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إني لأجد رجلا لأول مرة رأيته، وكأني أعرفه منذ زمن بعيد، مع أني أول مرة أشوفه. فقال له: لقد التقيت روحك وروحه في ذلك العالم. من عالم الأرواح موجودة أرواحكم تتآلف، والبعض من الأرواح قد تتنافر. فإذا أول عالم وهو نقطة الانطلاق هو عالم الأرواح وعالم الأشباح وعالم الذر. العالم الثاني هو عالم الأجنة أو عالم الأرحام. هذا الجنين الذي يتكون في رحم الأم. واتفق العلماء بأن العالم أقصره هو 6 أشهر. ويذكر بأن نبي الله يحيى عليه السلام وإمامنا الحسين قد مكثوا 6 أشهر. وقد حدثت قضية في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث أنجبت امرأة ولدا في 6 أشهر، واتهموها بأنها قد زنت والعياذ بالله، وحكمت بالرجم. وحل القضية أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال أدلة من القرآن الكريم، حيث قال: وأن حمله وفصاله 2 شهر، 30 شهرا، ومن ثم في آية: لمن أراد أن يتم الرضاعة. المهم مضمون الآيتين: من خلال 30 شهر، ولمن أراد أن يتم الرضاعة. ونقص المدة، وجد بأن أقصر مدة من خلال حمل الأم 6 أشهر.
وأطول مدة 9 أشهر هو معروف، لكن عند علمائنا وفقهائنا البعض قد أوصلها إلى 10 أشهر والبعض قد سنة كاملة، لكن عند العامة نجد بأن علمائهم قد مكثوا كما يقولون بأن الشافعي مكث في رحم أمه 4 سنوات، وأحمد بن حنبل إمام الحنابلة والذي ينتمي إليه السلفيون قالوا بأنه مكث في رحم أمه 7 سنين، هذا موجود في كتبهم، أنه حينما سافر أبوه ورجع فوجده طفلا صغيرا، فسأل زوجة طفل من هذا؟ قالت هذا هو ولدك. عندهم أنه ممكن أنه يتم الطفل في رحم أمه 7 سنوات، لكن احنا عندنا أقصى مدة هي سنة كاملة أيها الأحبة. وإذا خرج غير مكتمل يقولون عنه بأنه خديجا إذا كان ولدا، أما إذا كانت تسمى خديجة. متى تلتقي الروح؟ قال العلماء تلتقي الروح في الشهر 4 مع الجنين، حينها تحس الأم بأنه هناك تقلصات وهناك حركة لذلك الجنين. هذا هو العالم الثاني. العالم الثالث وهو هذا العالم الذي نعيش فيه أيها الأحبة، وهو عالم الدنيا. وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما سميت هذه بالدنيا؟ قال لدنوها. قال لما هي دانية؟ قال لأن في هذا العالم يعصى الله سبحانه وتعالى. وعند كلمة جميلة أمير المؤمنين في حق هذه الدنيا، 3 كلمات: الدنيا تمر وتضر، والدنيا تمر وتضر، كلمة ثالثة رايحة عن بالي. فكلمة جميلة لأمير المؤمنين في حق هذه الدنيا. العالم الرابع والأخير أيها الأحبة قبل الأخير، وهو عالم البرزخ. وسئل ما هو البرزخ؟ قالوا هو الفاصل لغة. والبعض قد يعتقد بأنه أن البرزخ يكون في عالم القبر، إنما القبر الذي نراه هو عالم، هو قبر مادي. لو فتشنا نسمع بأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو تكون حفرة من حفر النار، لكن لو فتحنا قبر من قبور الأولياء نراه على هذه الحالة. قالوا العلماء أن البرزخ لا يكون في القبر المادي، وإنما يكون في القبر المعنوي. العذاب والجنان يكون عند الأرواح. والعالم الأخير هو عالم القيامة، ثم نعود إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو العالم الأخير الذي يصل إليه الإنسان. وكنتم أزواجا 3 فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. قيل بأن أصحاب الميمنة هم الذين يكونون على يمين العرش واليمن من الخير والبركات، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب الشم الذي تغلب سيئاتهم على حسناتهم، والسابقون السابقون هم شيعة آل محمد. وهنيئاً لمن يثبت على ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن نكون من أنصار المولى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وتباً لهؤلاء الذين عادوا ونصبوا الحقد وقتلوا ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله أوصى أمة أوصيكم في أهل بيتي خيرا، ولكنهم للأسف هم يهجمون على دار الزهراء بأبي وأمي، يقتلون عليا في محرابه في هذا الشهر الكريم، يسمون الحسن ثم يفعلون هذه الفعل الكبيرة وهي واقعة كربلاء. وما أدراكم ما واقعة كربلاء؟ حيث أن زين العابدين بقى 40 سنة يبل الطعام والشراب بدموعه. البعض يقول الإمام مو صابر، لا، أراد أن يوقظ هذه القلوب الميتة ويؤججهم على أفعال بني أمية. لذلك كان يستغل بأبي وأمي كل موقف من المواقف لتأجيج
القلوب على هؤلاء المجرمين. مروا على سور القصابين، سوق القصابين، يرى بأن أحد القصابين يريد أن يذبح الكبش، يسأله أتسقيه ماء؟ قال نعم سيدي، نحن معاشر القصابين لا نذبح الكبش حتى نعرضه على الماء. يلتفت إمامنا إلى ناحية كربلاء، أخي يا أبي يا أبا عبد الله، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، فيذبح ابن رسول الله عطشانا. يدخل عليه أبي حمزة الثمالي، يراه على تلك الحالة يبكي ليلا نهارا. سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ قال أحسنت يا أبا حمزة، إن لي يعقوب عليه السلام 11 ابنا، وقد غيب الله له ابنا واحدا، ويعلم أنه حي يرزاق. احدودب ظهره، نحل بدنه، شاب شعره، ابيضت عيناه من الحزن، وأنا يا أبا حمزة رأيت 17 رجلا ما على ورد الأرض لهم من شبيه مجزرين كالأضاحي. قال سيدي ومولاي القتل لكم عادة، مو أول مرة، وكرامتكم من الله الشهادة. قال جزاك الله يا أبا حمزة، ولكن أسألك هل حرق الخيام لنا عادة؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ هل ضرب الأطفال لنا عادة؟ هل أخذ عمتي زينب بالبلد إلى بلد لنا عادة؟ يا أبا حمزة أسألك هذا السؤال، أجبني. لما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أين كان رأسه؟ قال كان رأسه في حجري أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال نعم. قال لما قتل جدي أمير المؤمنين أين كان رأسه؟ قال كان رأسه في حجر عمك الحسن. قال نعم. قال لما قتل عمي الحسن أين كان رأسه؟ قال كان رأسه في حجر أبيك الحسين. قال ولما ذبح والدي أين كان رأسه؟ يا أبا حمزة لماذا لا تحر جواب؟ ليش سكت؟ لماذا لا تقول إن رأس أبي على ذروة رمح طويل؟ أيوة حسينا يا وسيدة قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت ذاب مثل المصيبة اللي دهتني ما حد مصاف، وذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كل من العبادة ما يفترون، 17 فارقتهم كلهم بصار، وبفرد ساعة واستدام حرلت. لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح،
وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح، ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، وما خلت لنا كربلا شيخ ولا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوبنا فتها بونينا وعن الدور، وكل ما طلع لنا بدر للمعركة غا، ومصيبة اللي هيجت حزني علي، عاينت صدر حسين تحت أعوجية، حرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية، وشاحتي يا ابو حمزة وشعدد لك من مصاب بيت الدعاء بيت الحاجة، ابا حمزة ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغادرية زلزل البيت، نكست راسي دخول زينب مجلول، زيد حسرة ومن نوح اليتامى راسها شاق، مالي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنتك سجادي قلبوه عن نطع مسجن فوقه، فبكت له أملاك سبع شداد، يا الله نقسم عليك بأحب الخلق لداك بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله شاف مرضانا، فك يا الله أسرانا، رد غربانا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن، وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد يا الله، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان جميعا، أو يطلع الفجر من
ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني على السعيد المتوفى ارحمها برحمتك أصعد إليا بروح يا إليك جازفة في الحساب مجازفة ولا تناقش يا مناقشة برد بالقرآن الكريم مضجعها آنس وحشتها فرج كربتها شرها مع محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين. ستكون إن شاء الله القراءة غدا في تمام الساعة الخامسة عصرا. وإلى روحيا وأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين ندين الجميع ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.